بعد عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش الوطني الأربعاء الماضي، حقق الجيش انتصارات عسكرية على ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، حيث استطاعت قوات الجيش خلال اليومين الماضيين تحرير مديرية نعمان بالكامل. وأدت المواجهات العنيفة وفق مصادر عسكرية إلى تحرير سلسلة عقبة القنضع، وتكمن أهمية هذه السلسلة في كونها تربط بين البيضاء ومحافظة شبوة. المواجهات بين الجيش والميليشيا أسفرت عن تحرير حصير الجار ومفرق عريف الجريبات، كما سيطر الجيش على مناطق الصدر والغول، بالإضافة إلى تحرير جبل الأشعر الاستراتيجي المطل على منطقة فضحة في مديرية الملاجم. تحرير هذه المناطق جعل مديرية نعمان تنضم للمديريات المحررة في البيضاء، ويمثل تحرير هذه المديرية خسارة كبيرة للميليشيا التي خسرت وفق مصادر عسكرية العشرات من عناصرها بين قتلى وجرحى، في الوقت الذي أكدت فيه المصادر أسر ما يربو على 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي. العمليات العسكرية الواسعة في البيضاء والتي تمت بدعم من التحالف العربي أدت لخسارة الجيش لواحد من أهم قياداته العسكرية، حيث أدى انفجار لغم إلى استشهاد العقيد أحمد العقيلي قائد اللواء 153 خلال المعارك الدائرة ضد ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء.